ام بي بوم يعني طافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. يا عيال، عرض قوي جاني على الواتساب، رحلة للهايكنج مدة يوم كامل ب 150 ريال ولا وشامل الوجبات. هذا مو بعرض قوي إلا اللي بعده. 150؟ يا بلاش. وش الهايكنج ذا؟ اسمها هايكنج يا طعس. أنا طعس؟ لا لا لا، أنا طعس يا لا يا لا 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 يقول أنا طعس. خلاص لا يا بزر. أنا بزر يا ابن الحلال. لا خلاص عاد، تبيني أفرشك الحين؟ خلاص عاد اسمع، الهايكنج هذه كشتة بس حقت ناس كول. يجي وانا كمان يجي، واذا ما يجي نروح نجيبه ونجي. انا حب الهايكنج من زمان، تكفون خلونا نروح. انت معك 150 ولا مثل كل مره ما معك الا 10؟ اشتريك انت وهو معايا فلوس. اوف والله ما انت بعاقل. 150 ريال خلاص يا عيال، انا وكفته معكم. سلامات، بفتح مطعم فوال مقوم لي 7 الصبح. حتى ذي ما مداها تغسل وجهها. وين الباص حقك ذا؟ شكله مزرفونا. تراك اشغلتنا ودوشتنا. خلاص احسب لهم ربع ساعه ان شاء الله وجايين. اي الباص جاي يا عيال. سلامات، باص مدرسه ذا. هذا باص نورة هايكنج. الله الله الأسماء. شوكوش. ياسر. عزود. عامر. عامر تقعد هناك آخر شيء بالزاوية، وانت ياسر تقعد هنا، شوكوش بالوسط، عزود قدام. هذه تشكيلة وشوكوش محور عيال. يجي طارق حامد. طيب أستاذ نور الله يعطيك العافية، يعني احنا أخويا نبغى نقعد جنب بعض. لا والله كل واحد يقعد في المكان اللي حددته. قايل لكم مدرسة. اسكت انت وياه، كل واحد على مكانه. سمي يا حضرة الوكيلة. صباح الخير. انتو ورانا ورانا. سلامات، حنا جايين قبلكم، انتم اللي تلحقونا. من زينكم اللي لاحقكم، استغفر الله. بس يا الله صباح خير. ممكن تهدون شوي الاسماء لو سمحتوا؟ مي. بيان. مناهل. ملاكي. نصابه. هذه بحمود. مي انت تجلسين اخر شيء هناك جنب عامر. بيان جنب عزوز. مناهل تجلسين جنب ياسر. ملاك انت عند شكش. يلا معلش يا اختي، يدي من اول محطوطه هنا. معلش يا استاذ، شيل يدك عشان ما اكسرها لك. على والله هذا مكانك. شكرا يا استاذه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين انت؟ أنا راشد، وهذه زوجتي بشرة، تونا متزوجين. اجلس هناك. طيب تعال تعال تعال. سلامات، وراك شادة أنت ناظر. أفول؟ أقول ناظر قدام، حركات ذي عارفينها. خمس دقايق بنحرك يا أستاذة، باقي واحد اسمه كفتة ما جاء. عارفة بس إذا ما جاء بالوقت بنحرك. طيب أبدزه البقالة بجيب موية عطشان. الموية بتجيكم مع الوجبات في المعسكر. قال إيه قال معسكر، صارت بطولة مو هايكنج ولا كيف يا محمود؟ أقول تسوي خوي بس. أقول شكل السنتي بتعطشينا، أبدزه البقالة سريع سريع.
انت هنا وحنا ندور عليك يا لهطف. سلامات، ايش عندك هنا يا كفتة؟ مطرود من بيتكم؟ لا جيت بدري عشان ما تروح علي الرحلة. هم عاد رحلة، وين رايح؟ القاهرة. يلا انزل، الباص بيمشي. انزل 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 انزل، لا احد يشوفك. يلا اخلص. كيس اسمنت. لا يا استاذ، لقيت كفتة، هذا هو. يلا دقيقة ونحرك. وراك كذا انت، امشي امشي. نعم مطلق، سجل معكم. تفضل. سلامات، الشبه ذا بيروح معنا؟ بعدين تعالي، وراسي مسوية جدايل، بتروحين المدرسة. قد هالكلمة؟ قدها وأطول من شعرك بعد. هات بجدك هنا بس انت وياه. معليش أستاذة، إذا هذا الشبهة بيطلع معنا إحنا والبنات منسحبين. حتى إحنا يا العيال لو ركب معنا ذا بننسحب من الرحلة. يما من هالكيوت. مطلق برا. خير، شو اللي برا؟ خشم الريال أنا جاي. أنا مديرة الشركة والمسؤولة عن الرحلة، اطلع برا فلوسك توصلك. أقول لا تناظر، دزها على الحلاق سيدة. امشي 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 امشي. حرك حرك حرك. لو سمحتي يا استاذة، ما ادري ايش اسمك. الاستاذة نورة. طيب استاذة نورة، باقي لنا كم ونوصل؟ لانه يدي تعبت وانا اهب في المزمزين. 10 دقائق. شكرا. بداية وبعد ما استعدينا لرحلة الهايكينج نبدأ بأول الفعاليات اللي هي استكشاف المنطقة. تفضل. ليه ملبستنا هاللبس؟ كنا حلاقين. بس انتو يا. خلاص خلاص اوكي، بس وشو العجلة؟ خل ريح ابو ساعة بعدين ندزها. بما انك انضميت لرحلة الهايكينج تلتزم بالجدول كامل. شكلها نايمة بعد العشاء دي. وش قلت؟ اقول لي يلا مشينا مشينا يا عيال مشينا. يلا وين تبي نروح؟ بس ندفع عشان نجي ونشقى انفسنا. يا اخ كفتة، من مبادرات البرنامج المحافظة على نظافة البيئة، عشان كذا ابي منكم كلكم وخلال نص ساعة تنظفون المكان هذا من الزبالة عشان ننقذ البيئة. اما عاد ننقذ البيئة ليش؟ ما تعرف تسبح. وش تقصد؟ لا ما اقصد، بس انا شايفس ما ادري وين 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 يا عيال. ايه عرفت، شايف بسوق طيبة. كله من ياسر. هايكينج هايكينج، لو انك كاشتين ارحم لنا يا ابوي. اعتقد انه زبط الطلعة دي لما نعرف انه فيها بنات. يا حبي تمالح وراك، دعست على البيئة. اسف يا ابوي. وخر وخر، خلنا ننقذها. مرة شكرا ياسر. ايش دعوة، ما سويت الا الواجب يا شيخة. لو تبيني أضف حصل بر كل اللي ضفيته عشانك. يوه مو لهالدرجة عاد. 5 دقايق وبالمكان كله نظيف. أوه ابتسامات. إيش فيك يا حبيبتي؟ أنت فاهمة غلط. ولا شيء، خلنا نرجع من هالرحلة الزبالة اللي جبتني لها ويحلها حلال، واللي فيها حد صاحي يجيب زوجته بشهر العسل هالأماكن. Thank you.
الحين احنا بكل هدوء وانتباه بنطلع على هذيك التلة. يا استاذة الله يطول عمرك، وش هو له التعب والشقاء؟ ليش نطلع هذه التلة؟ طيب نطرح نروح ذيك التلة احسن لها مستوية. هو صادق هذا مستوي، نقدر نمشي معه. استح على وجهك انت وياه، البنات ما اشتكوا، انتم تشتكون؟ وهي صادقة، استح على وجهك يا اخي، البنات ما اشتكوا. قلبت علي؟ اكيد. وصلنا لمرحلة الالتقاء بالطبيعة لطرد الطاقة السلبية عن طريق حضن الأشجار. سلامات أحضن أشجارة، مهبول أنا أحضن كفتة ولا أحضن أشجارة. تحضنها وانت ما تشوف الدرب. أسمي أبشر أبشر. معليش يا حبيبتي، أغار على زوجي ولا أرضى. واو شكراً حبي. عاد واو راح فيها شيء بتعرار. عاد من زينة عشان تغار عليه. يا ليلة أبو لمبة بدأ شغل الكبوس ذا. أي أحد ما يلتزم بالبرنامج راح يستبعد، فاهمين؟ أستاذة، أقدر أحك راسي؟ ولا حركة، لمدة 5 دقايق أبيكم تحسوا بالطبيعة، حسوا فيها. أنا حسيت بالشوك يا أستاذة. أقول خلنا نمشي بس، وش هالرحلة؟ لا لا بالعكس حبيبتي، رحلة حلوة وأجمل شيء وجود مثل الرحلة. يا شو ده؟ كله ماشي ماشي ما في فلة؟ إلا في فلة وطرب ودي جي، قاريها بالجدول أنا. لاحقين على الطرب، خلونا نكمل فعاليات الهايكينج. أحب أقول لكم وصلنا لنهاية رحلتنا اليوم. أوف وأخيراً. أجل وين الباص يودينا المحطة عند سياراتنا؟ هلا والله. أجلنا شبهة ومجدايل وما تبون يطلع معكم؟ مبانا اللي قلت وبطاقية ولا كلمة. يا أخي دخلتك مرة مرعبة يا أخي. أهدى يا أخي. على شحمة الثاني ما عليك زو. ومسوي زحمة والشارع فاضي وجايب هالجحلط معك، تبي تسوي أكشن على بالك أنا المفلم؟ جايب رشاشات لعبة يا ورع. أنا مطلق شلش، سدساتي لعبة؟ عامر خل خوينا يرحمه. أقول عض على شحمة، خلك مكانك يا عامر. روق يرحم أمك، ذا شكله جرية، خلوه منقذه. أقول أهدى أهدى، ذا فيك كله، حتى شعره فيك والمسدس فيك، تونا منقذين البيئة، تبين ننقذ ذا؟ خل نشوف الهطف ذا وش بيسوي. مات! كفتة مات! ايش الهرجة؟ ايش الهرجة يا ابويا؟ ايش سويت انت؟ كله منك انت، كله منك! للحين تشوفه مسدس لعبة؟ لا لا، اشوفه بازوكا. بس خلاص وانا اخوك، استر علينا استر علينا. انا مريض، انا مريض، راجع المستشفيات وامي ورقة تثبت ذلك وخلاص تكبر. والله يا اخي خلاص يا اخي خلاص، لا تصير فلة. انا وعد اجيك باي مكان تبي، اتحدد الموقع واجيك. ما انت متحرك من هنا،
لحد ما ترشح لي واحد من هالزيون يصير هو الضحية، ولا بتصير انت الضحية لاني ابيك من اول؟ لا 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 لا، الترشيح لعبتي، اصلا انا كنت نصراوي اول، ارشح لك النكبة نورة. وين راحت النكبة؟ انحاشت وتركتنا. بنت سحبت علينا. انت معاهم؟ هم اللي معي. منيرة؟ انت؟ الناس ما حد لامس، بس وش السالفة؟ أنا كنت عارفة إنه هذا اليوم راح يجي، هي تغار مني وتكرهني وتحس إني أنا أحسن منها. من هذي؟ بنت عمي ماي. هذه ردة فعلي لكم يا البنات، أجل تتفقون مع الشباب تخلوني أدخل استراحتهم، وأنت يا بطاقية تستقبلني بالساطور؟ أنا مريض وعندي مشاكل اسمح وانا اخوص. وانت يا راشد حبيب القلب، ترى رقمك لسه محفور في ذاكرتي، اجل مسوي فيها تحبني وتروح تتزوج واحده ثانيه؟ انا الحين رجعت لك المقلب دبل. رجعت المقلب دبل، واو. ومصور بعد عشان اقعد اتفرج عليك كل يوم واضحك عليكم. خلصت المقلب. يا ابوي انت موت. افا انت ما حمي كفته؟ ياوا كفته هو اللي ارسل لي رقم ياسر وارسلنا له العرض، والخروف اول ما درى ان الرحله فيها شباب وبنات جابكم على وجيهكم، اما البنات جبتهم بطريقتي واعطتني فلوس كمان. اه يا الخاين، كم ادوك يا رمه وبعتنا 150 ريال؟ لا يكون هي ال 150 اللي دفعتها في الرحله، رخيص انت. ايوه اللي اعطيتها ياسر عشان اسجل فيها الرحله. يعني لعبت عليك ودفعت قيمه الرحله، حمار انت حمار. فكر يا خله. باقي واحد، وين ما جبتوه؟ صدناه كاشت جبه. ابو خيركم وش مزينين انتم.